علاش كنا كنقولوا بان خاص تحيد وزاره العدل من الهندسه الحكوميه في المغرب؟ وعلاش كنا كنلحوا وكناكدوا على وجوب اعفاء وزير العدل والتشطيب على وزاره العدل؟ الا ما عندها شي قيمه مضافه في المجال السياسي وما عندها شي دور في الحياه العامه للمجتمع المغربي. علاش؟ حيت كنشوفوا النيابه العامه مستقله بفضل الدستور بفضل ما تابعه من نصوص قرجاس من بعد. يعني رئاسه النيابه العامه ما تابعاش الوزير العدل. القضاء كاين سلطه قضائيه مستقله على وزير العدل. السجون عندها مندوبيه ساميه تابعه لرئيس الحكومه. المهن القضائيه المستقله ما تابعاش الوزير العدل، عندها برنامجات ديالها تبث في قضاياها بشكل داخلي، عدولات، محامون، موثقون الى اخره. اذا هاد وزاره العدل ووزير العدل ليس لهم اي دور وليس لهم اي بصمه على الحياه العامه في البلاد، الا انتاج اللغط والا انتاج اللغو. علاش؟ حيت الوزير ديال العدل مما عنده اختصاص كيدخل في دائره العطاله، والعطاله تدخله في دائره الحمق وفي دائره التيه وما تلقى ما يدار. اذا اش كيقولوا غندير؟ عوض انني من نجود النصوص ونجود الحياه العامه راه نخرج وننتج الفضائح. والدليل ان عبد اللطيف وهبي من نهار تولى وزيره العدل وهو من فضيحه الى اخرى، يعني في ظرف عام وشهر تقريبا يعني سرسب لنا واحد المجموعه ديال الفضائح. الفضيحه الاولى هو اصلا كمكتب المحاماه ديالو اللي تعاقد مع الوزير اللي معاه في الحزب المراوي في التعليم العالي وعطاه الصفقات ديال التقاعد ديال الوزاره بدون ان الراي العام يعرف الحيثيات ديال هاد المارشي كيفاش داز. الفضيحه ديال الساعات الاضافيه، الفضيحه ديال سميتو ديال بان 90% من المحامين ما تيخلصوش الضرائب، علما ان وزير العدل ايضا عبد اللطيف وهبي راه محامي ولم يكشف لنا هل هو فعلا خلص لنا الضرائب ام لم يؤدي الضرائب. ثم ثالثا يعني الفضيحه يعني الشهيره ديال تالودانت حينما اعتدى على احد الموظفين وادعى بانه كيعرف اللون ديال التقشر بشكل يوهم الراي العام بان وزير العدل تحت الامره ديالو، يعني المخابرات المدنيه والمخابرات العسكريه والجدرميه والعسكر والبوليس والمخزنيه كيجيبوا لي المعلومات باش كيعرف اللون ديال التقشر ديال الاطر ديال المصالح الخارجيه. ثم الفضيحه ديال سحب القانون ديال اطراء اللامشروع من البرلمان، اذ ان وهبي بدل ان يكرس الشفافيه في البلاد ويزكي النصوص التي تؤدي الى محاربه الفساد هو سحب هذاك القانون ديال اطراء اللامشروع من البرلمان الى يومنا هذا. ثم الفضيحه الاخيره هي الفضيحه ديال ولده اللي قال لك با لاباس عليه وقراه في كندا وعنده جوج اجازات بشكل يسمح له بالولوج الى مهنه المحاماه اللي هذا الامتحان ديال المحاماه مازال خلق لغط وخلق ضجه في المجتمع المغربي. اذا يتبين بان هذا المطلب ديال اعفاء وزير العدل والغاء يعني وزاره العدل من الهندسه الحكوميه يعني مساله مشروعه، لان المغاربه غير بحوا على واجهتين. الواجهه السياسيه هو انه ما غيبقاش وزير من قبيل او البروفيل ديال عبد اللطيف وهبي اللي غيخلق الاحتقان وغيسمم الاجواء وغادي يفتح جبهات تافهه ديال انشغال الراي العام على القضايا الجوهريه. ثم الربح الثاني هو الربح المادي، لان هذا الوزير يتقاضى اجورا وتعويضات، والديوان ديالو يتقاضى تعويضات ايضا، والحاشيه اللي كدور معاه تتقاضى تعويضات، زائد المعدات المدعرنه اشاره وزاره العدل. اي الا شطبنا على وزاره العدل وغينا وزير العدل عبد اللطيف الوهبي من المنصب ديالو، غنربحوا حنا كمغاربه 21 مليار ديال السنتيم، وهاد 21 مليار ديال السنتيم في العام راه زاده فينا، حيت غنسدوا الفام ديال بعض الوزراء اقابيل من قبيل الوهبي ما يبقاوش يبرزطوا المجتمع المغربي. ومن جهه ثانيه هذيك 21 مليار غادي نخصوها باش نسدوا افواه جائعه وافواه تحتاج الى كسره خبز.